السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. الاستسلام، ما في إنسان يمكن بمر بالحياة بالصعوبات اللي موجودة بالحياة إلا دائما بيكون عنده هذا الشعور في بعض اللحظات إنه الاستسلام هو يمكن أفضل طريق. فقدان الأمل، خيبة الأمل الشديدة، الإحباط الشديد اللي بيؤدي في النهاية إنك أنت تستسلم، بمعنى آخر إنك أنت بطلت بدك تبذل أي مجهود، لأنك أنت حاسس إنه كل مجهوداتك عم تضيع هباء منثورة، سواء مجهودات هاي على مستوى الشخصي، على مستوى إنك تحصل على وظيفة محترمة، على مستوى إنك تعيش حياة سعيدة، على مستوى إنك تكون قادر على إنك تلبي احتياجاتك المادية، أو على مستوى الأشخاص الآخرين، على مستوى الزوج اللي مش راضي يتغير، الزوجة اللي مش راضي تتغير، الحياة الزوجية بشكل عام اللي بقائها أصبح مزعج للطرفين، على مستوى الأولاد اللي نحن خلينا نقعد بس، على مستوى الأولاد اللي نحن كنا حابين نربيهم بطريقة معينة لكن ما زبطش، مش زابط، فبنحس إنه كأنه ضاع هباء منثورة. أتمنى الصوت يكون واضح، لكن أنا اليوم بدي أحكي مرة ثانية. اللغة هي أول ما يتم برمجته لفهم الحياة، يعني أنا مش راح أقدر أفهم الحياة من غير لغة. ولما انولدنا حضرتك ما كنتش تحكي عربي، أنا لما انولدت ما كنتش أحكي عربي، أهلي اللي علموني اللغة الموجودة، اللغة هي الأساس، اللغة هي الطريقة للتواصل وفهم الحياة. وما دام حكينا مع لغة فنحن نتكلم عن حروف ومن ثم مفردات ومن ثم معاني لهذه المفردات. مهم كثير أنه نعرف معاني المفردات اللي نستخدمها في حياتنا. المطلوب أن نستسلم، نسلم. شو الفرق بين نحن نسلم ولا نستسلم؟ التسليم بالشيء أمر، والاستسلام هذا أمر تاني مختلف تماما. مرات بيكون من الضروري أنك تسلم بأمور معينة حتى تحصل على أمور أخرى، وهذا هو الوعي والإدراك للذات، أن أدرك ذاتي جيدا. الجزء الأكبر من النساء، والله العظيم أنا لو بسأل هي أي امرأة بتفصل لي جوزها تفصيل، تحكي لي جوزها شو بكره بحبه، شو بكره وشو نفسيته، طبعا هي قارية نفسيته أحسن من دكتور نفسي، بس إذا بتجي بترجع للواقع أقسم بالله وهيني بحلف يمين والله ما بتعرف حالها هي. الناس لا تفهم نفسها ومن ثم تطلق الأحكام على الآخرين، لأنه طبيعة من 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 هذه بيسموها التشوهات المعرفية، تشوه معرفي، cognitive distortion، اللي هو إيش؟ الأحكام المسبقة، هذا جزء من التشوه المعرفي، أو الانتقاء، أنا بنتقي إيش بدي أشوف وإيش ما بدي أشوف. وجزء مهم أيضا الشخصنة، إنه أنا أشخصن كل شيء. فالمشكلة الأكبر في الحياة عدم فهم الذات. الإنسان الذي لا يستطيع أن يعيش في تصالح مع نفسه، إذا عايش لحاله، يعني بتقدر تعيش أنت لحالك يوم كامل ما تحكيش ولا مع إنسان ولا مع بشر؟ تقدر؟ إذا بتقدر بقول لك مبروك، أنت فاهم حالك ومستوعب حالك وعندك إدراك لذاتك. طبعا إذا ما كان الموضوع اكتئاب وانعزال عن الناس، أنا بحكي بشكل طبيعي. لذلك من المهم أن نفهم أنفسنا، من المهم أن ندرك ذاتنا. في شيء بالعلم بسموه Cognitive Behavioral Therapy، وحسرتاه، بس إيش بدي أحكي، وحسرتاه على التأخر الكبير عنا في عالمنا في فهم، أنا بسميه Psycho Education، يعني اللي هو التثقيف النفسي. ما شاء الله نحن عنا ثقافة جنسية، وعنا ثقافة دينية، وعنا ثقافة رياضية، وعنا ثقافة بالفاشن، بالأزياء، ثقافة بكل شيء إلا بالثقافة النفسية. ما فيش ثقافة نفسية. نفترض أن دكتور النفسي والمخصائي النفسي والمعالج النفسي هم الأشخاص اللي الله لا يودينا لعندهم، الله لا يوصلنا لمرحلة نروح نراجعهم، وبعدين بنجي بنشكي وبنزعل وبنقول. يعني أنا بعرف ناس عاش حزينا ومات كئيبا، يعني عاش حزين ومات كئيب، ترجع مرة تانية بتطلع على حياته، والله بإيده، مش يعني بيدي، لا بيدي عمر، بيدك في اللحظة التي تعتقد أن القرار في ردة فعلك ليس بيدك، فراجع علاقتك مع ربك، راجع علاقتك مع ربك. لا تتهموا الله بعدم العدل، لا تتهموا ربكم بالظلم، إنها لكبيرة ورح تحاسب عليها. لأنه إذا ربنا وضع كل الظروف في الحياة وسخرها، وكان في ظروف سيئة خارجة عن إرادتنا، في ظروف كتير خارجة عن إرادتنا، لكن يبقى الشيء الوحيد اللي بإرادتنا لربنا ما أخذ، حرية مطلقة، لكم دينكم ولي دين.
بمعنى انه انت عندك القرار في طريقة تفكيرك بكل موقف يحصل اليك. وبنجيب دائما دليل، وهذا جزء من برمجة الدماغ، ومن جزء من ايضا الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي، العلاج المعرفي السلوكي. اشخاص راكبين سيارة عملوا حادث، كل شخص نزل من السيارة نفس الموقف تعامل معاه بشكل اخر. الشخص الاول نزل قال الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله اللي ربنا سلم، الحمد لله اللي ربنا ستر. الشخص الثاني نزل قال هيك وهيك، ونين عن ابو حظي وعلى ابو المش عارف ايش، وانا دائما حظي هيك، وعاش دور الضحية. الشخص الثالث قال السواق بيعرفش يسوق، هذا قاصدني، انا راح اتاخر على شغلي، انا راح انفصل، انا بفرجيهم، انا راح اتصل هلا بالشرطه، انا راح اخرب بيته. تصرف ثالث، طلع على نفس الموقف، نفس الموقف. لذلك انا بقول، وعشان تفهموها، درجات التفكير، في ثلاث درجات للتفكير. فوق على السطح اللي ظاهر لإلي وإلك بسموها الافكار التلقائيه، يعني اللي هو انت صبحت عليك، انت ما رديتش علي على طول، انا عندي فكره تلقائيه، انت انسان لئيم، انت انسان وضيع، انت انسان كذا، انت قاصد تجرحني، انت عم تهيني. هاي بسموها افكار تلقائيه. بس تحت بالاعماق في شغله اعمق من هيك، بسموها الافتراضات والقواعد الوسيطه، اللي هو انا بفترض انه كل انسان ما بيصبح علي يريد ان يهيني، فعندي فرضيه انه انا شخصيتي ضعيفه وممكن الناس تهيني. تحت في الاعماق نحن بنسميها الكور بليف، القناعات الجوهرية. القناعات الجوهرية، الدنيا هاي زي الغابة، إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. مشكلة الناس اللي بتحكي على اليوم، أنت بتحضر فيديو في اليوتيوب ولا ما يوتيوب، والناس اللي بيسمي حاله مدرب تنمية بشرية واللي بيسمي حاله، الناس هاي بتتعامل مع الجزء الأعلى اللي هي الأفكار السلبية، الأفكار التلقائية، وهي عاملة بالضبط زي هالشجرة. هاي الشجرة بالضبط هي زي أفكارنا. الورق اللي انتم شايفينه، الليفز، اوراق الشجر، هي الافكار التلقائيه. لاحظ معي انه الافكار التلقائيه فيها شغله مهمه، انك انت سهل، يعني انا لا سهل اروح واقطع الورقه، شو هالمشكله الكبيره. لكن تحت في الجذع، الجذع هو القواعد والافتراضات الوسيطه. طب شو في تحت؟ تحت في الجذور، والجذور اكثر عمقا. اذا بدي اقطع الجذر انا محتاج قوه اكبر، صعب، أصعب من الورقة. الورقة سهل تنتشها، بتأخذها هيك بتروح. فممكن أنك تغير بكلام إيجابي، واحد بيطلع بيحكي لك motivational speaker. طيب الجذع، الجذع بده شغل أكتر. طب الجذور، هذا بده غوص بالأعماق. لما بحكي مدرسة الحياة، تدريب مدرسة الحياة، أنا بشتغل تحت في الجذور، في الكور بيليفز. لما تيجي تشوف إنسان تغير، يعني أنتم بدكم تحكوا اليوم جمعة، إن شاء الله جمعة مباركة، عمر بن الخطاب ذهب ليقتل الرسول، ذهب ليقتل محمد، في الطريق معروف القصة، شاف واحد قال له أختك أسلمت، روح أول إشي ربي أختك بعدين روح على محمد عليه الصلاة والسلام. ذهب مسك القرآن قرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الموضوع ما غير أفكاره التلقائية، الموضوع دخل على الكور بليف تبعت عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب ما ذهب ليقتل محمد كرها، ذهب ليقتل محمد لأنه حس أنه محمد عم بيفرق قريش، وكان عمر ما بيحب الفرقة، ولذلك طلع قائد عظيم، لأنه كان يعرف كيف يجمع الناس، وتربى وتعلم كيف يجمع، كيف يكون قائد يجمع. فهو كان كاره فكرة أنه الرسول عليه الصلاة والسلام بسبب سوء إدراكه وفهمه أنه هذا محمد جاي يقطع الأرحام ويخرب بيتنا لكن بمجرد قراءته للقرآن طبعا، لأنه هو كان يقرأ يتعلم، مش زيه وزيك ما بنعرفش لغة عربية وبنتفلسف وبنقعد بتفلسف، بيطلع لك واحد بقول لك هذا الذي كان زززا، وبقعد بده يترجم القرآن ويفسره على طريقته. على كل، مش علينا. عمر بن الخطاب غير قواعده الجوهرية، قناعاته الجوهرية، ولما تغيرت القناعات الجوهرية الباقي أصبح سهل، أصبح الفاروق. تستطيع أن تتغير، وفي حياتك في ناس تغيرت. افتحوا عيونكم. العلاج المعرفي السلوكي، اللي ظلموا كلمة علاج، أنا برأيي اللي ظلموا كلمة علاج، لكن أنا برأيي الشخصي ياريت نسميه التثقيف المعرفي السلوكي. واليوم أنا من خلال برنامج التدريب، سواء مدرسة الحياة أو استراتيجيات التعامل مع الخوف ورفع الثقة في الذات، ندخل في أعماق العلاج المعرفي السلوكي، بس مش عشان نعالج. نحن لا نتعامل مع مرضى، نحن نتعامل مع ناس حابة تفهم، ناس حابة تنقذ ما يمكن إنقاذه، حابة تعيش حياتها بشكل مختلف. مخطئ من يعتقد أنه كل شخص يتكلم بإيجابية هو شخص يعيش الإيجابية. أنا ماني عايش في إيجابية مطلقة،
عندي مشاكل وعندي أيام وعندي أحزان وعندي كرب وعندي، ولكن هناك طريقة تتعلم فيها كيف أنك أنت تمارس إنسانيتك وتقرأ وتستثمر في نفسك حتى تفهم الحياة بشكل آخر. يستطيع كل الناس أو أي إنسان أن يأخذ مالي، أن يأخذ صحتي، راح تروح الصحة كمان، حتروح، ممكن يأخذ منك كل شيء في حياتك، ممكن الموت يأخذ منك أقرب الناس لإلك، لكن الشيء اللي ما حدا بيقدر يأخذه منك الحرية المطلقة في ردة فعلك. مات فلان، حبيبي مات، أختي، أمي، أبوي، مات، الموت أقوى مني، لكن أنا أمام إني أعيش مدى الحياة حزين أو إني أحكي إنا لله وإنا إليه راجعون، والحي أبقى من الميت ونحن يعني على هذا الطريق، وماذا أستطيع أن أقدم لهذا الميت في المكان اللي هو فيه، وإن شاء الله يكون لا نزكي أحد على الله، لكن إن شاء الله في الجنة. فالفكرة لا تخلي حدا يسرق منك الحرية الوحيدة اللي ربنا كفلها لك. لو ربنا كان حابب ياخذ هالحرية منا كان أوقف الشر كله في العالم، لأن الله يعني بإمكانه كان يوقف الشر، كان كلياتنا صرنا حبابين وأمامير وما فيش شر في الحياة، سهلة، ليست كبيرة على الله. لكن لن يأخذ الله الحرية التي كفلها لنا، لدرجة أنه أعطى الحرية للشيطان. الشيطان تحدى رب العالمين، ربنا اللي أعطاه الحرية، روح أغويهم. إلا عبادك منهم المخلصين. فإذا كان الشيطان ربنا ترك له الحرية، وسوس. لكن ربنا كان عارف كمان أنه إحنا عنا الحرية في أن نتبع الشيطان أو لا نتبع الشيطان. النفس الأمارة بالسوء كيف نروضها، كيف نتعامل، لكن بدون علم ما في شيء راح يمشي. لا تستطيع أن تقود سيارة من غير ما تعرف كيف قيادة السيارة، ما تعرف الأساسيات، ولن تستطيع أن تعمل في شركة من غير ما تعرف قواعد الشركة، ولن تستطيع أن تشغل لابتوب أو تليفون من غير ما تعرف أساسيات اللي شغل، ولن تستطيع أن تقود حياتك بدون ما تعرف من أنت. احكي لي مين أنت وما تحكي ليش اسمك. الأسماء هاي بتروح، تفقدها لما بتروح على القبر، أول شيء بسقط عنك الاسم، بصيروا ينادوا قربوا الجثة، صلاة الجنازة، المرحوم راح اسمك خلص. يبقى عملك، والعمل مبني على فهمك للحياة، كل ما فهمت الحياة طريقة فهمك راح تطلع أعمال. فالموضوع برجع لكم. على كل أحوال أشكركم، وبنرجع مرة تانية بنحكي، ما زلنا فاتحين باب التسجيل، مدرسة الحياة، استراتيجيات التعامل مع الخوف ورفع الثقة في الذات. وأترككم برعاية الله، جمعة مباركة، أترككم مع المنظر الجميل في النهاية. اللي حزين يتذكر إنه ربنا هو اللي خلق هذا الجمال، بس في إشي أجمل، أنت أجمل، أنت أجمل ما خلق الله، والدليل إنه ربنا سخر لك كل هالجمال لإلك. كن مع الله ولا تبالي. السلام عليكم.